العدالة السنية وطن جمهورية خلاص ما بدون إساءة بدون أي شيء. لا أحد يقاطع تعلموا بارك الله فيكم، عندما يأتي دكتور يتعلموا منه، وأنا عارف أنكم جهال. الآن عندما خرج ابن علي إمامنا علي بن أبي طالب إمام المسلمين الموحدين السنة أهل السنة. طيب مرة أخرى تتأدب أنت، لا تقول لا تقول. شوف الآن أنا طردتك بكل فخر. أحلى طرد على المايك.